بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لما تكون مدرب جيد وعندك ماتشات مضغوطه في الدوري بتاعك، بيكون عندك مشكله وقتها انك بتحاول توازن ما بين اللعيبه، علشان ممكن يحصل معاك اصابات، وخصوصا كمان انت داخل على نهائي بطوله قاريه عندك، فالوضع بالنسبه لك بيكون متشعب جدا، وبيكون قدامك شويه افكار. هنلعب بالقوام الاساسي ونخاف لو في اي اصابه حصلت، ولا هنقعد نعمل روتيشن وهنركز على ان احنا لازم نعمل روتيشن في اضيق الحدود علشان خاطر الفريق ما يفكش، والفريق لو عملنا فيه 3 4 لعيبه كل ماتش الدنيا بالنسبه لنا هتبقى سيئه الملامح بالنسبه للفريق. فاحنا نعمل روتيشن على قد ما نقدر باضيق الحدود، ونريح اللعيبه المهمه واحد تلو الاخر، ووقتها ربنا يكرمنا ونخلص موضوع الماتشات المضغوطه دي على خير. واهم حاجه الثلاث نقاط، بس لما تديني 3 نقاط واداء جيد احترمك جدا جدا جدا، وكمان لما تديني اداء ممتع في اغلب الاوقات، لا يا معلم انا كده مش رفعت لك القبعه، ده انا كده مشيلك حاطط صورتك فوق دماغي وحاطك كمان انت شخصيا فوق دماغي، وبحترمك جدا على المستوى اللي انت بتقدمه كشكل تكتيكي للنادي الاهلي. الاهلي مع موسيماني ممكن يكون عندنا خلافات مع الراجل في طريقه اللعب في شكل الفريق، بس الحاجه الوحيده اللي مقدرش اتكلم عليها على موسيماني ان الراجل لحد دلوقتي مدرب ناجح جدا. الراجل عارف يمشي فتره ضغط الماتشات دي، بيريح من هنا لعيب، عمرو السولية يريح الماتش اللي فات، النهارده محتاج اليو ديانج يريح وتحط عمرو السولية وحمدي فتحي، وتريح طار محمد طار وتدي لجونيور اجاييه. واجاييه لو كلمنا على اجاييه، بصراحه انا من الناس اللي بتمنى رحيل جونيور اجاييه، وما تمناش النادي الاهلي يجدد لاجاييه، لان اجاييه وزنه تقيل ومش قادر يتحرك وبيحرق دمنا، ماتش بيكون توب التوب واحسن لاعب في الملعب، والماتش اللي بعديه بتلاقي ياسر واحد في الفرقه، فلا احنا نخلص بقى دماغنا من الوش بتاع اجاييه ده. لما علي معلول بيلعب وراه بيكونه جبهه ناريه، بس ده بفضل قوه علي معلول الهجوميه، مش بفضل تحركات جونيور اجاييه ولا اي حاجه، بس انت عايز طب الاجاييه دي قصه لوحدها. اما تواجد محمد شريف كسترايكر، فدي واحده من اجمل الافكار اللي كابتن حلمي طولان عملها في مسيرته التدريبيه في عالم كره القدم، وهو ان شاف ان محمد شريف لعيب مجتهد جدا، لعيب محظوظ نوعا ما قدام الجون، لعيب بيعرف يسجل اهداف، حطه مهاجم. وفعلا الراجل كان مقدم اداء جيد جدا مع انبي لما وظف محمد شريف كمهاجم، ووقتها الاهلي استغل قصه محمد شريف دي في عدم توفيق لعيب زي مروان محسن. ومحمد شريف من ساعه ما خد الفرصه وبسم الله الله اكبر، الولد شغال بيهدف في كل الطرق، بس كان في مشكله دايما يقول لك محمد شريف مش بتاع عرضيات. النهارده بقى شريف بيسجل هدفين بدماغه. عايز اي حاجه ثانيه عزيزي؟ انا عارف ان التطبيل للعيب سهل، بس لا، الولد مجتهد جدا والولد محظوظ قدام المرمى، وانت عايز فرود مجتهد ومحظوظ، انما انت مش عايز فرود مجتهد وبيضيع زي ازارو، او فرود مجتهد ومنحوس زي مروان محسن. لا، فرود ومحظوظ دي عندي واشيلك، لان انا عارف ان انت الكره اللي هتجيلك هتسجلها او هتضيعها، لان بيواجهك سوء توفيق او تعلق حارس المرمى اللي قدامك. يعني النهارده مثلا محمود حمدي عامل جيم عالمي جدا، رغم ان الراجل استقبل 4 اهداف والهدف الرابع منه هو عن طريق تقدمه، بس الراجل مطلع اهداف كتير من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان بيلعب فرقه زي مصر المقاصه، المقاصه اللي غير كابتن عظيمه بعد استقالته وبعد الهزيمه من نادي الزمالك، فقرروا ان هم يساعدوا كابتن محمد عبد الجليل رئيس قطاع الناشئين علشان يمسك الفريق الاول، ومعروف على صعيد رئيس القطاع علشان يمسك الفريق الاول، ده بنمشي بيه الموسم وبعدها كده بنغيره ونروح نجيب مدرب يكمل معانا السنه الجديده ونعمل خطه جديده. انما رئيس القطاع ده احنا مطلعينه لحد الموسم ما يخلص، وكده كده الفرقه مركز تاسع وبعيد عن مراكز الهبوط، فكابتن عبد الجليل يلعب زي ما هو عايز. عايزين نلعب سكس فوتبول بلعيبه بطيئه، ما عندناش اي مشكله خالص. عايزين نلعب سكس فوتبول وكره جميله باتنين مدافعين مش شايفين قدامهم، ما عندناش اي مشكله خالص. الاهلي هيعمل علينا مباراه عالميه، مباراه جيده جدا، مباراه الاهلي يستحق يطلع كسبان فيها بدل 4 نكسبهم 8، ما عندناش اي مشكله. المهم نعدي ام الموسم ده على خير، ووقتها نبقى نغير كابتن عبد الجليل ونجيب مدير فني ونرجع كابتن عبد الجليل لقطاع الناشئين تاني. الاهلي زي ما هو، اكرم توفيق بيأدي في دور الباك اليمين بطريقه ولا اجمل ولا اروع، وعلى قد ما بيقدر بيحاول هجوميا. الولد مش كفو وما بيلعبش عرضيات كويسه، بس الولد بيجتهد وبيحاول دايما. على نقطه الهدف الاول بتلاقي ان اكرم توفيق هو كان قاصد يلعب عرضيه، بس الكوره راحت الناحيه الثانيه ناحيه علي معلول، لان علي معلول استلمها لاعب كروس لمحمد شريف، محمد شريف بيسجل هدف تعادل. هدف تعادل اللي قبليها كنا لابسين ضربه جزاء عن طريق تدخل غشيم من ايمن اشرف على باسم مرسي، والفار رجع حسبها، وقبلها كان في جون ملغي والفار. بص، حوار الفار في الدوري المصري ده متعب، لانك لو قعدت ركزت كده على اللقطه بتاع الهدف الثاني لمحمد شريف اللي اتلغت،
طب هو الايد بتتحسب اوفسايد ولا انتوا اخترعتوا قانون جديد ولا انتوا عملتوا دين جديد في الدوري المصري ولا الدنيا بالنسبه لكم عامله ازاي؟ بس عزيزي قلت لك من زمان الفار مش هيغير اي حاجه في الدوري المصري، هو نفس العك وهي نفس الحكام، هو نفس سمير عاشور اللي اي لعيب في الاهلي والزمالك بيقف في منطقه جزاء بيصفر له علشان خاطر بيخاف لا الكره تطلع ضربه جزاء وهو ما عرفش ان هو يحسبها فيبقى كده ظالم الاهلي والزمالك فما ياخدش ماتشات ثانيه. القصه مش شعيبه وكبيره، بس الحاجه اللي ثابته في العنصر في الرياضه المصريه ان الاهلي ممتع ومشاركه الاهلي متعه بصريه من نوع ثاني خالص جدا. عمرو السولية رجوع النهارده فرق، ربط الخطوط فرق، النهارده شفنا الاهلي سريع عكس الماتش اللي فات قدام المقاولين نعرف غياب عمرو السولية، عمرو السولية فعلا واحد من ضمن اللعيبه المؤثره جدا في النادي الاهلي والحمد لله ان انا عشت للزمن اللي عمرو السولية بقى مؤثر وكابتن دوجان بقى مؤثر والحمد لله اخيرا عرفت لازمتهم في الملعب. ولو انت عزيزي ممكن تكون عرفت لازمتني انا في الفيديو في معنى اللايك، لو ما عرفتش فبراحتك بقى يا صديقي وما تنساش كومنت الحنين بتاعك او كومنت اللي انت تشتم فيه، ما تنساش اي حاجه عزيزي قول زي ما انت عايز.